هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يحبط حلفاء واشنطن الخليجيين ويربك حساباتهم. مسؤول خليجي عربي كبير: الانسحاب من أفغانستان انقلاب في السياسة الأمريكية، فهل تخشى الدول الخليجية مشهد خذلان مماثل؟ والأسد في موسكو تركيز على المضي في العملية السياسية في سوريا ومواجهة الإرهاب والحصار، أهي قمة لترسيخ التحالف؟ مرحبا بكم. زلزال مدمر، هكذا جاء وقع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على حلفاء واشنطن الخليجيين. زلزال وصلت ارتداداته إلى الخليج بكسر الصمت عن تراكم الخيبات من السياسات الأمريكية. فهل وصل حلفاء واشنطن إلى نقطة عدم القدرة على إخفاء النكسات منذ انطلاقة عشرية النار بمشاريعها التدميرية التآمرية؟ أم أن استشعار اقتراب دوائر الخطر باتت أكثر واقعية؟ النموذج الأمريكي الفوضوي بالانسحاب من أفغانستان أحبط حلفاء واشنطن. فلماذا تتنامى الشكوك بشأن الحماية الأمريكية؟ هل يترسخ لديهم اقتناع بأن أقنعة التغطية الأمنية تسقط عند لحظة تضارب المصالح؟ مشهد يتواصل في تذبذب العلاقات والتصدع في معسكر تحالف الحرب مقابل حلف يتماسك. فالرئيس السوري بشار الأسد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ماذا في أبعاد هذه القمة الروسية السورية المفاجئة؟ هل تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع اتساع نادي الدول الرافضة لسياسات واشنطن؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافع من العاصمة الأمريكية واشنطن. ينضم إلينا محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كيتو السيد داك بيندو. ومعنا من برلين الإعلامي والخبير بالشؤون الأوروبية سيد أكثم سليمان. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير. بعد أيام من تهميش السعودية في جولة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أجرى مسؤول خليجي رفيع مقابلة مع وكالة رويترز، ربما تعكس تصريحاته هواجس الرياض، وإن لم يكن واضحا إن كان سعوديا، لكن خيبة الأمل من سياسة واشنطن كانت صريحة في تصريحات المسؤول الخليجي العربي محمد بو عبد الله. خشية وحيرة وترقب هو حال المراهنين عقودا على واشنطن. تكاد لا تصدق أنظمة خليجية عربية ما جرى في أفغانستان، فالانسحاب غير المدروس وتخلي الأمريكيين عن حكام كابول السابقين أربك حسابات الحلفاء في المنطقة. وما زعزع الثقة أكثر بواشنطن خروجها السريع غير آبهة بسقوط أفغانستان في يد طالبان، وهو ما عبر عنه لرويترز من وصفته بالمسؤول الخليجي العربي الرفيع. لم تفصح الوكالة عن هويته بسبب الحساسية الدبلوماسية للتصريح، حتى أن المسؤول كان حريصا على عدم الإشارة حتى إلى بلده، ما يعني خشية من الإساءة للعلاقة مع واشنطن حتى والرهان عليها محل تشكيك. لعل التصريحات صدرت عن مسؤول سعودي في ظل الفتور في العلاقة مع واشنطن، وآخر تجلياته تأجيل زيارة أوستن إلى الرياض واستثناؤها من جولته الخليجية التي شاركه فيها بلينكين وكانت محطاتها الكويت وقطر والبحرين. السؤال المطروح جديا هو: هل يستمر في الاعتماد على واشنطن حلفاؤها في المنطقة أم يكفون؟ جل حديث المسؤول كان عن أفغانستان وعن الجماعات المتطرفة، مشيرا إلى رسالة أرسلتها الولايات المتحدة بانسحابها مفادها أن على تلك الجماعات مواصلة القتال. لكن القضية في الأساس ليست الإرهاب، فالسعودية وغيرها كانوا من أكثر المتحمسين لتغيير الحكم في سوريا بالسلاح، وتلقت تلك الجماعات دعما لا يوازيه ربما إلا دعم من أسموهم في السابق بالجهاديين في أفغانستان بعدما غزاها السوفييت. إشكالية عويصة جدا في تقدير المسؤول الرفيع بعد الانقلاب في السياسة الأمريكية الخارجية 180 درجة بحسب تعبيره، وكانت الخيبة شديدة في إطلاقه وصف الزلزال المدمر بتمكين واشنطن للمناوئين من مقاليد الأمور في أفغانستان.
ينم ذلك عن خشية لم يصرح بها المسؤول الخليجي العربي، على الأقل في ثنايا ما نشرته رويترز، وهو أن الأمريكيين طالما نصبوا أنفسهم حراساً للخليج ومن دونهم تسقط العروش في أسبوعين. قالها الرئيس ترامب مستهزئاً بسلمان الملك، واليوم يبدي خلفه بايدن ما يثير هواجس فعلية لدى السعوديين. مرحبا من جديد بضيوفنا. سأبدأ وياك دكتور حسن نافعة. عندما نرى تصريحا لمسؤول خليجي كبير كما وصف بوكالة رويترز يتحدث بمضمون بأن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان جعل حلفاء واشنطن العرب يتساءلون ما إذا كان بمقدورهم مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، ما تقييمك لهذا المضمون وطريقة الطرح ومبتغى أساسا البوح بهذا الشكل؟ يعني أمر طبيعي جدا أن تشعر أنظمة الخليج العربية التي اعتمدت اعتمادا شبه كامل وشبه مطلق على الحماية الأمريكية أن تشعر بالقلق. فالانسحاب الأمريكي من أفغانستان يعني يبدو أنه نقطة بداية أو نقطة تحول استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تمددت بأكثر مما ينبغي خارج حدودها، وهي تشعر الآن أن مركزها أصبح ضعيفا في مواجهة يعني القوى المنافسة وخاصة الصين وروسيا، وبالتالي هي تريد أن تركز على أوضاعها الداخلية. تشعر أنها أنفقت كثيرا في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعتقد أنها يعني أصبحت الآن في وضع يمكنها من حماية المصالح الأمريكية دون أن يكون هناك تواجد عسكري ضخم في هذه المنطقة. هي تعتبر إسرائيل حليفها الاستراتيجي الأول، وإسرائيل الآن في وضع يسمح لها ليس فقط بالدفاع عن نفسها وإنما ربما أن تقود المنطقة. والنفط أيضا هي يعني أقل اعتمادا بكثير على النفط. هذه وجهة النظر أو تشرح لنا دكتور الجانب الأمريكي، لكن أن نسمع كلاما من مسؤول خليجي يعني كبير كما وصف، وعدم البوح أيضا عن يعني جنسية هذا المسؤول له دلالة أيضا لحساسية الطرح على المستوى الدبلوماسي في العلاقة بين الرياض وواشنطن. من زاوية دول الخليج أن نرى هكذا مضمون، ما الذي يعني ذلك؟ ما تقييمك لذلك؟ يعني هناك قلق بالتأكيد، لأن هناك محاولة للبحث عن حلفاء يعني خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عملية تقارب تحدث منذ فترة ليست بالقصيرة، لأن يعني بوادر الانسحاب الأمريكي أو يعني خطط الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يعني تتم منذ فترة ليست بالقصيرة. هناك تقارب خليجي روسي، هناك تقارب خليجي صيني، هناك تحولات استراتيجية تحدث في المنطقة، وبالتالي هناك يعني قلق خليجي واضح. هناك حتى البعض يرى أن يعني من الضروري التقارب الآن مع إسرائيل، على اعتبار أن إسرائيل هي يعني المنفذ الطبيعي للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة فسوف تكون إسرائيل هنا، وإسرائيل هي الوكيل الطبيعي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هي توطد علاقتها معها يعني تحسبا لهذا الانسحاب الأمريكي، بالإضافة إلى فتح جسور مع الصين ومع الاتحاد السوفيتي. لكن أنا أظن أنه لا يمكن للدول الخليجية أن تعيد ترتيب علاقتها الدولية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية بدون تكلفة سياسية هائلة. ولذلك أعتقد أنه خلال الفترة القادمة ربما يعني أنا طبعا لا أتوقع انسحاب أمريكي سريع جدا من العراق، حتى لو قيل أن العراق أن الولايات المتحدة ستنسحب بنهاية هذا العام وستترك فقط مدربين إلى آخره، أو ستنسحب من سوريا. هذا الأمر سيستغرق وقتا في تقديري، لأن الولايات المتحدة لا تحتمل انسحابات سريعة متكررة بهذا الشكل، وإلا فقدت هيبتها تماما. سيستغرق هذا بعض الوقت وستعيد ترتيب الأوراق، لكن هناك تحولات جيوستراتيجية تحدث على مستوى المنطقة بالتأكيد، وسنلحظها بطبيعة الحال على مستوى
يعني خارطة تحالفات جديدة، تمتن أكثر لتحالفات أساسا موجودة على الأرض، لكنك وصفت بالقلق في تقييمك لمضمون ما تم طرحه لهذا المسؤول الخليجي الكبير. سيد باندو، هل تراه كذلك؟ هل تراه ربما خيبة أمل كبيرة أو تزعزع للثقة، سيما وأن هذا المسؤول طرح سؤالا بأنه هل يمكننا بحق الاعتماد على مظلة أمنية أمريكية للسنوات العشرين القادمة؟ إذا كنت في موقع القرار أو تستطيع أن تقربنا من موقع القرار في واشنطن، كيف يمكن الجواب على مثل هكذا السؤال يطرح؟ المسؤولين الخليجيين يرغبون إذن بتأكد، لكن السياسة الأمريكية طبعا تعاني من تحول طويل. الرئيس أوباما أراد أن يبتعد من الشرق الأوسط، وقد تحدث عن هذا التحول نحو آسيا، وكانت هذه نقطة الانطلاق من انطلاق فكرة أن الولايات المتحدة سوف تغير من نقطة تركيزها من الشرق الأوسط. الرئيس ترامب كان صريحا بالحديث عن سحب القوات الأمريكية ليس فقط من أفغانستان بل أيضا من سوريا ومن العراق. لم يفعل ذلك، لكنه بدأ هذه العملية، وكان واضحا للغاية أنه أراد أن يغير الترتيبات الأمنية الأمريكية. السعوديون كانوا قلقين بعد الهجمات على حقول النفط عندما لم تتدخل الولايات المتحدة لكي تقوم بالرد على من هو مسؤول عن هذه الهجمات، وهذا أقلق السعوديين وفكروا، وعندها بدأوا بالتفكير عن البحث عن حليف بديل. والانسحاب من أفغانستان ليس بالأمر المفاجئ، هذا الاتفاق كان يتم التفاوض عليه من قبل الرئيس ترامب، واليوم هو يتم تطبيقه من قبل الرئيس بايدن. التحدي للدول الخليجية هو الذين لطالما اعتمدوا على الولايات المتحدة، إذن هم يتوقعون أن الولايات المتحدة سوف تقوم بما هو ضروري لحمايتهم، لكن نجد في واشنطن هنالك توجه متزايد أن الولايات المتحدة ليست بنفس الأهمية للولايات المتحدة كما كانت عليه في السابق. الولايات المتحدة تنتج النفط، الكثير من النفط، هنالك قلق أقل حول إسرائيل وأمن إسرائيل. لهذا السبب نرى الناس تحدثون على التركيز على الصين والتركيز على تحديات أخرى. لا أعتقد أن هذا سوف يحصل غدا، ولكنني أعتقد أنه سيكون هنالك ضغط أكبر على الرئيس بايدن لسحب الجنود من العراق وربما من سوريا كذلك. وهذه العلاقة مع الدول الخليجية سوف تستمر، ولكن لن يكون أكيدا لهذه الدول أن الولايات المتحدة سوف تقوم بالتدخل عسكريا في حال وجود طوارئ مستقبلية، وعلى هذه الدول أن تفكر أو تبدأ بالتفكير بالمستقبل. باستثناء يعني في 91 من القرن الماضي لم نرى تدخلا عسكريا لحماية الخليج أمريكيا بالمعنى العسكري التقليدي الحربي. في معادلة قدمت في ربط العلاقة بين الرياض وواشنطن بأننا نقدم لكم الحماية الأمنية مقابل عدة اعتبارات، بما فيها ما بات يعرف الآن بشكل من الابتزاز المالي والسياسي انطلق من فورة النفط. في جواب أبحث عنه وإياك سيد دك باندو ولو بشكل سريع، هل ستتغير هذه المعادلة اليوم انطلاقا من هذه الأولويات والرؤية للولايات المتحدة الأمريكية باتجاه آسيا؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى معنية بحفظ أمن الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون أقل اهتماما، هي لا تعتمد كثيرا على المملكة السعودية، وهنالك انتقاد كبير حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وتصرفات محمد بن سلمان. والرئيس بايدن كان صريحا في انتقاد المملكة، وقد تراجع عن الحرب في اليمن التي كان مشروعا أساسيا للمملكة السعودية، أعتقد أن هذا سيستمر، هذا المسار سيستمر. طيب، مع الإيضاح بأن 91 كان في نوع من إدارة العملية العسكرية ضمن ما يمكن وضعه أيضا في سياق العمل يعني بالوكالة في أطراف دول عربية أيضا بشكل أو بآخر، أكثر من أنه تدخل عسكري أمريكي خالص مباشر. سيد أكثم سليمان، يقول السيد بيندو بأننا يعني لا يفترض أن نكون متفاجئين يعني بالنسبة لهذا الانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. واقع الحال ليس بالنسبة للخليجيين كذلك لجهة التفاجؤ، وكذلك
بالنسبة للأوروبيين، لكن في التقييم بالنسبة للخليجيين هل يمكن وضع ما جرى في أفغانستان في الميزان كذلك بأن تم التخلي أمريكيا عن الحلفاء، بأن تركت أفغانستان لمصيرها أيا كان ما سيجري، هل هذا واقعي في طبيعة العلاقة؟ أعتقد عامل المفاجأة يتعلق بأمرين اثنين. أولا المسار الخليجي في العقود الماضية، والأمر الثاني هو السلوك الأمريكي الذي ظهر مؤخرا في أفغانستان. بالنسبة للمسلك الخليجي، في وقت من الأوقات كانت دول الخليج دعينا نقول على الأقل تستخدم بعض أوراق التوت أو تلتزم ببعض الأساسيات العربية في دعم دول الطوق في السبعينيات، في دعم منظمة التحرير الفلسطينية. تذكرين الفلسطينيون الذين كانوا يعملون في الخليج كانوا يقتطع من أموالهم وتمنح لمنظمة التحرير، قادة منظمة التحرير كانوا في دول خليجية للعمل بالولادة، غير ذلك من الأمور. كانت هناك فترة إذن حافظ فيها الخليج على بعض الانتماء. هذه الفترة حتى استمرت بعد حرب الخليج الثانية التي أشرت إليها، وهي تاريخ مهم جدا طبعا في العام 90-91. فحتى بعد هذه الحرب مباشرة كان هناك حديث عن منظومة أمن عربية وعنوانها 5+2. الخمسة هي الدول الخليجية والدولتان الاثنتان هما مصر وسوريا، دول غنية ودول قوية تتعامل مع بعضها البعض. لكن للأسف وبضغط أمريكي بتراخي خليجي انهار كل ذلك، وبقي الخليج منذ ذلك الحين عبارة عن منطقة وعائلات حاكمة مصيرها فعلا كما ذكر ذلك الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات قليلة متعلق برأي واشنطن حصرا. الآن ما هو الجزء الآخر؟ انسحبت واشنطن من أفغانستان، وأظهرت في هذا الانسحاب أمرين اثنين: أنها في الاندفاع في الدخول إلى أفغانستان تجر معها كل الحلفاء، إن شئت الخليجيين، إن شئت الأوروبيين، إن شئت غير ذلك. عند الخروج لا يسألون عن أحد ولا يكترثون بأي أحد، فهذا خلق طبعا خيبة أمل أوروبية مثلا هنا في أوروبا، وخلق المخاوف الخليجية. لم تعد هناك إلا ورقة توت واحدة، وهذه الورقة كما يقال تتلاعب بها رياح المزاجات الأمريكية. إذا ما قرر الأمريكي فعل ذلك في الخليج يوم غد، يعني يوم غد صباحا قرر الرئيس الأمريكي افتراضا الانسحاب، ماذا لدى الخليج من قوات ذاتية؟ ضعيف جدا. ماذا لديه من تحالفات دولية؟ ضعيف جدا. ماذا لديه من معادلات عربية حامية أقليمية؟ ضعيف جدا. ماذا لو اتفق الإيراني مع الأمريكي على الملف النووي ولم يعد الأمريكي يحتاج إلى الخليج في آخر وظيفة أوكل له بها، وهي الاصطدام بطهران، المواجهة مع طهران، مضايقة طهران؟ ماذا سيحدث؟ هذا الأمر كان في عهد أوباما عند موقع هذا الاتفاق مصدر غضب للعربية السعودية وقتها. تذكرين في قمة كامب ديفيد لم يشارك السعوديون. فهنا مع نعم المسؤول الخليجي محق، لكن الخطأ ليس أمريكي بحت، وإنما عليهم البحث عن أخطائهم كخليج، ثم بعد ذلك نعم انتقاد السياسة الأمريكية التي لا تراعي الحلفاء عندما تأخذ القرارات وخاصة في الانسحاب. طب أنا سأسألك ولا سؤال، يعني بمعنى سؤال متابعة، أنت تضع الأمر بأنه في عملية يعني مشكلة ثقة الآن ومشكلة مصير، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية قد تتخلى عن معادلة الحماية الأمنية التي يعني برزت منذ تسعينيات القرن الماضي بشكل أساسي وحاضر وفاعل في المنطقة، ويمكن أن نرى مشكلة على مستوى مصير حتى يعني من يتقلد بعض العروش وغير لن تأبه. صحيح. واشنطن أكيد. لماذا؟ لأن تحرك واشنطن منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لم يكن متعلقا بالخليج أو القاعدة أو أفغانستان أو غير ذلك. كان هناك هجمة على العالم إن شئت، كان هناك نهم لقرن أرادوه قرنا أمريكيا، كان هناك قبل أن ننسى محافظون جدد، وكان هناك إيديولوجيات جديدة من صدام الحضارات إلى نهاية التاريخ إلى أفكار أخرى وخزعبلات أمريكية أخرى.
سطحية، لكن تلك كانت هي النقاط الحاكمة في التحركات الأمريكية منذ العام 91 وحرب الخليج الثانية، إن شئت، إلى إعلان العالم متعدد الأقطاب فعليا بعد معركة حلب في سوريا في العام 2016. الآن نشهد تراجعا أمريكيا. يعني أنا لو كنت دولة خليجية أو أي دولة في العالم وضعت كل بيضي في سلة الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتأكيد سأقلق الآن عندما أشاهد هذا السلوك الأمريكي. بهذا المعنى الموضوع ليس خليجي بحت، لكن الخليج أراد لنفسه للأسف أن يراهن على طرف واحد، والآن بدأ يستشعر خطر هذا الأمر ولا يرى أفقا. ربما يحاول قليلا كما لاحظت في فترة ماضية الانفتاح على خصوم أمريكا كروسيا والصين إن لحق بهذا الأمر. انطلاقا من ذلك، يعني ما ذكرت به بأنه تعددية الأقطاب على مستوى العالم وعنوانته في حلب 2016 معذرة، وذلك كانت تتويجا للحضور الروسي بسوريا بعدما أن اكتمل قوس الحلفاء بالنسبة لدمشق بين الإقليم متوجا بإيران وصولا إلى روسيا. هل نحن مع مشهد زيارة يعني الرئيس السوري بشار الأسد لموسكو أمام تنتين أحلاف وربما ترنح أحلاف أخرى؟ سنناقش هذه النقطة وإياك سيد سليمان، سيد باندو، وأيضا دكتور نافعة، ولكن هذا التقرير يساعدنا أكثر في النقاش. الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة إذن خاطفة للعاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضبط عقارب الساعة بين موسكو ودمشق، إذانا بخطوات عملية على الصعيد السياسي والعسكري وأيضا الاقتصادي في المستقبل المنظور. سلام العبيدي. لم يأتي الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو لتلقي التهاني من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي مرت عليها أشهر، بقدر ما جاء لضبط عقارب الساعة مع الحليف الروسي بعد موجة من الأحداث شهدها الإقليم عموما والساحة السورية خصوصا على السواء، انطلاقا من الانكفاء الأمريكي في أفغانستان والعراق، مرورا بالترهل التركي في إدلب، وانتهاءا بالتسوية في درعا. كلها عوامل تدعو إلى تنسيق بين موسكو ودمشق لاتخاذ قرارات جديدة. فماذا تصدر أجندة القمة الروسية السورية؟ المشكلة الرئيسية في رأيي تكمن في أن القوات الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد من دون قرار من الأمم المتحدة ومن دون إذن منكم، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي ويمنعكم من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد ومن أجل المضي قدما في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية. كان للرئيس السوري ما أراد. دمشق التي عادت أخيرا إلى حضن الوطن أحياء درعا الجنوبية بواسطة العسكريين الروس تستطيع أن تمضي قدما في تحرير الأرض. وقد مضى على هذه العملية الآن حوالي السنتين تقريبا، ولكن كما تعلمون هناك عوائق، لأن هناك دول تدعم الإرهابيين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا. وقامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري، حصار نصفه بأنه غير إنساني غير أخلاقي وغير قانوني. مع ذلك نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي عملية الحوار السياسي. لصياغة مضمون القرارات التي يراد لها أن ترى النور، رافق الأسد فريق عمل للعمل مع فريق روسي. وحتى تبصر هذه القرارات النور، يستنتج من حديث الرئيسين أن موسكو ودمشق عازمتان على تغيير الواقع على الأراضي المحتلة عاجلا وليس آجلا، مع الاحتفاظ بهامش للمناورة السياسية لمن يرغب. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. انطلاقا من تقرير الزميل سلام العبيدي، أنقل بعض النقاط إليك دكتور حسن نافعة. بالنظر إلى هذه القمة السورية الروسية في موسكو في توقيت مشهد أفغانستان وارتداداته وما تحدث عنه من قلق بالنسبة للحلفاء، بالنسبة للأوروبيين وحتى بالنسبة للخليجيين، يرتقي إلى مكان مشكلة الثقة، ما الذي يصل من هذه القمة في وقت يتم طرح نوع آخر من التحالفات على مستوى العالم؟ نعم، يعني هنا المفارقة، هناك يعني حلف استراتيجي يتدعم بين سوريا وروسيا الاتحادية في الوقت الذي يضعف فيه حلف استراتيجي آخر
كان قائما بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر ستكون له انعكاساته العميقة في المرحلة القادمة. هناك أهداف متطابقة بين سوريا وبين روسيا، الإخراج القوات الأجنبية التي تعتبر قوات احتلال، ومنها الولايات المتحدة القوات الأمريكية من ناحية والقوات التركية من ناحية، هدف مهم تتطابق فيه الأهداف الروسية مع الأهداف السورية. وأظن لكن لم يكن هذا هو محور الحديث فقط، هناك جوانب كثيرة للأزمة السورية ما تزال مشتعلة. هناك ملف إدلب، هناك ملفات أخرى كثيرة، هناك أيضا موضوع الغاز المصري الذي سينتقل إلى لبنان، وفيه كسر العقوبات ليس فقط على سوريا، وإنما أيضا هناك محاولة لكسر العقوبات على إيران إلى آخره. وبالتالي هناك زخم في المنطقة عملية تغير عميقة جدا في تصوري. هناك حلف يتراجع وهناك حلف يقوى، وبالتالي الأفق لكن جوهره في تقديري هو الصراع العربي الإسرائيلي في نهاية المطاف. وللأسف الشديد الدول العربية عندما تبحث عن خياراتها أو بدائل للتحالفات أمامها، فهي لا تطرح أبدا وليس مطروح في الوقت الحالي تحالف عربي من أي نوع. هناك ثلاث مشاريع إقليمية تتصادم في المنطقة، هناك مشروع إسرائيلي، هناك مشروع تركي، هناك مشروع إيراني، لكن ليس هناك أي مشروع عربي. وللأسف الشديد كل دولة عربية تحاول أن تبحث لنفسها عن مخرج من مأزق يعيش نظامها الذي هو نظام مرتبط في أمن، مرتبط حياته مرتبطة بالخارج وليس بالاعتماد على ثقة شعب. وللأسف الشديد وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجهنا في المنطقة العربية. ولذلك أنا أعتقد أنه زيارة الرئيس الأسد إلى روسيا قد تؤدي إلى تثبيت أوضاع معينة في المنطقة، وتدفع بالتغييرات في اتجاهات معينة، اتجاهات تثبيت التحالف الاستراتيجي بين روسيا من ناحية وبين ما يمكن أن نطلق عليه محور المقاومة من ناحية أخرى في وقت يتدعى فيه التحالف. اسمح لي أسأل عن هذه النقطة سيد باندو، ما رأيك بها؟ هل ترى الأمر فعلا كما طرحه في تثبيت لتحالفات استراتيجية برزت في صورة اللقاء اليوم بين الرئيسين السوري والروسي في موسكو في توقيت يهرب فيه أشرف غني من أفغانستان، تتخلى الولايات المتحدة عنه، يقلق دول الخليج، يقلقون حتى على المصير كما قال السيد أكثم سليمان، ترى الأمر بهذا الاتجاه؟ وإلى أي حد الآن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التعامل مع سيناريوهات ربما تم التلميح إليها فيما خرج عن هذه القمة بأن القوات الأجنبية التي موجودة على الأرض السورية دون قرار من الدولة السورية أو بموافقة من الأمم المتحدة هي مرحلة العرقلة التي يفترض أن يتم تجاوزها؟ هذا كلام مباشر لواشنطن، ربما يكون كذلك سيد باندولا. التوقيت مناسب لاقتراح استعداد روسيا لدعم حليفها في سوريا مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وهذا ينعكس على الاهتمام الروسي الطويل الأمد في سوريا، حيث نجحت في إنقاذ نظام بشار الأسد، لكن مع ذلك فشل الحكومة السورية في إعادة بناء بعض المناطق يضيف عبئا على روسيا. بالتالي هنالك تشاورات حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإدلب التي لا تزال منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية، وأيضا طرق للمضي قدما في عملية إعادة الإعمار وضم الأراضي السورية. وإذا كان طبعا وهنالك اقتراح للتوقف
التواصل مع الدول الخليجية بدأوا ببعض الخطوات حول نحو دمشق، وهذا أمر قد تتدخل فيه روسيا كذلك. ومرة أخرى هذا وقت سانح، فالدول الخليجية قلقة حول موقف الولايات المتحدة، وهم أيضا قد يترددون في دعم السياسات الأمريكية لعزل سوريا وإبقائها على ما هي عليه اليوم. أعتقد أن الدول الخليجية قد لاحظت أن روسيا لن تكون بديلاً أبداً في المتحدة فيما يتعلق بتقديم الحماية العسكرية الكاملة لهذه الدول، لكن روسيا تملك فرصة لتوسع نفوذها، وسوريا هي طبعاً الجسر لهذا الموضوع في الخليج حالياً، وهذا أمر مقلق للحكومة السورية ولروسيا. سيد باندو، حدثني عن رأيك، كيف يمكن أن تتحرك سوريا والموضوع المناطق التي تعتبرها بأن فشلت الدولة السورية في العمل وهذه الرؤية الروسية، لكنك لم تجبني عن ما أطرحه بالسؤال عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية، طالما تحدث عن أنه لن نرى انسحابا متسرعا من الأراضي السورية، لكن هذه المرحلة قد تكون، ما قد يدفع لمثل هكذا خلاصات هو مشهد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، قد نراه في سوريا طالما نتحدث عن تمتين لتحالفات استراتيجية كما قال دكتور نافع. الضغط ما يدفع الولايات المتحدة هو الضغط الأمريكي في أمريكا. الشعب الأمريكي تعب في وجود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط في نزاع حيث لا يوجد أي مصالح للمتحدة. من الصعب جدا أن نشرح لما هنالك قوى أمريكية في سوريا مثلا، وما سيؤثر على ذلك طبعا هو الضغط المالي المتزايد على الحكومة الأمريكية، حيث سيكون هناك ضغط كبير على الصرف على مستوى الجيش، والبلد الوحيد طبعا الذي يتفق عليه الحزب الجمهوري والديمقراطي على السياسة الخارجية حوله هو الصين، بالتالي هنالك اتفاق أن الولايات المتحدة يجب أن تتوجه اقتصاديا وعسكريا أكثر نحو آسيا، والحملة الأخيرة دفع الرئيس بايدن بهذا الاتجاه بشكل قوي، وأعتقد أن هذا سوف يزيد من الضغط على البنتاغون لسحب القوى الأمريكية من العراق ومن سوريا طبعا. والإعلان أن هذه النزاعات قد انتهت بالنسبة للمتحدة، وأن تستخدم هذه القوى في مكان آخر. في جملة يعني لفتتني أنه من الصعب أن نشرح لماذا توجد قوات أمريكية في سوريا. سيد سليمان، هذه كلمة أو جملة مفتاحية أيضا في الطرح، لكن ما الذي قد يمنع أن نرى مشهدا مماثلا للانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سوريا، والعملاء يعني يحاولون التشبث بالطائرات الأمريكية المغادرة، ومتى تدشن مرحلة إعادة الحسابات على المستوى الإقليمي والعربي خليجيا حتى؟ أعتقد أن كتاب تعلم تسلق الطائرات في 5 أيام تزداد مبيعاته في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة على خلفية الصور القادمة من أفغانستان، ليس هناك ما يمنع، بالعكس هناك ما يؤشر إلى أن هذا الأمر قادم وقادم بسرعة أكبر مما يتخيل كثيرون. لكن يبدو أن الإخراج هنا من حظ الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أكثر يسرا، يعني إذا كان الانسحاب من أفغانستان هو إعلان هزيمة مدوية للمشروع الأمريكي الذي بدأ بشعار أو بمفهوم جديد اسمه الحرب على الإرهاب والحق بالدفاع عن النفس بين قوسين في كل مكان من هذا العالم، تذكرين جورج بوش الأبن، سنلاحقهم في كل مكان، لن يرتاحوا في أي مكان، وكأنه يتحدث عن جيوش ويتحدث عن جماعات إرهابية. هذا الأمر في أفغانستان فشل، وفشله كان ذريعا. في سوريا هناك إخراج ممكن وسهل، تسليم الملف للجانب الروسي الذي هو أصلا مستلم لأجزاء كبيرة منه فيما يتعلق بالعلاقات بين منطقة المسيطرين على الأوضاع في منطقة الجزيرة والحكومة السورية. ليس سرا أن الجانب الروسي أخذ موضع الوسيط أو ناقل الرسائل في أكثر من فترة، ليس سرا أن أيضا ما يسمى بالجماعات الكردية أو قياداتها
كانت في دمشق أكثر من مرة للتفاوض حول أمور كثيرة. إذن هنا الإخراج نأمل أن يكون أسهل لمختلف الأطراف. نحن أيضا نتمنى للجنود الأمريكيين الراحة والكثير من الراحة طبعا في بلادهم وليس في بلادنا. وبالتأكيد لن يسرنا أن نرى أي من أبناء بلادنا يسقط من طائرات أمريكية. لذلك الدرس الأفغاني لا يكون في أن نعيده على المستوى العراقي أو السوري أو غير ذلك، وإنما في تفهم المبدأ العام له. المبدأ العام هو أن الغريب ينسحب دائما وابن البلاد سيبقى. فالتفهم يكون بين أبناء البلاد لا في المراهنة على الغريب الذي قد يبدو قويا في لحظة. إذا عدنا إلى فترة احتلال أفغانستان في العام 2001 الشهر العاشر، كانت التصريحات تدل على عملاق كبير، واليوم نرى هذا القزم وهو ينسحب بالكاد يحمي جنوده في عملية الانسحاب. نفس الأمر سينطبق على مناطق شرق الفرات أو نسميها مناطق الجزيرة، على مناطق أخرى في العالم. الأمريكي ليس لديه انتماء لا عربي ولا كردي، ولا ينتمي لمشروع هذا أو مشروع ذاك، إنما ينتمي إلى مصالحه، ومصالحه تقتضي الآن بعد الخروج من أفغانستان الخروج من أماكن وجيوب أخرى كثيرة، منها الجيبان السوري والعراقي. في دخول أو احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان في عام 2001، يوم كان العالم أمريكيا في بعد تلك الهجمات في 11 من أيلول سبتمبر، كلنا أمريكا كان الشعار. اليوم في 2021 لم يعد العالم أمريكيا. كيف سنرى ارتدادات ذلك على مستوى تحالفات توسع على مستوى العالم؟ وإياك سيد سليمان، سيد باندو ودكتور نافع ومشاهدينا، لكننا سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. على بعد أيام قليلة تنعقد في طاجكستان اجتماعات منظمة شانغهاي على مستوى القادة. الاستعدادات كانت تشير إلى انعقاد لقاءات مهمة جدا، ولا سيما بين الرؤساء الثلاثة الروسي والصيني وأيضا الإيراني. لكن مخالطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد المصابين بكورونا دفعته إلى حجر نفسه وإلغاء سفره والاستعاضة عنه بالمشاركة عبر الفيديو. بوتين الذي التقى الرئيس الأسد الاثنين في موسكو أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، واتفقا على تحديد موعد لعقد اجتماع ثنائي في أسرع وقت ممكن. رئيسي أكد لبوتين ضرورة العمل لتعميق التعاون في المجالات كافة مع روسيا، ولم يغب الملف النووي عن المحادثة الهاتفية التي بحث فيها الرئيسان أيضا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. معطيات نحيلها مباشرة إلى ضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم. دكتور حسن نافع معنا من القاهرة، سيد داك باندو من واشنطن، وسيد أكثم سليمان من برلين. وإياك أستأنف النقاش دكتور نافع. هذه المعطيات عندما تحدث عن لقاءات ويعني عمليا تفاهمات يتم رسمها في هذا التوقيت المهم الذي كنا نناقشه، لا سيما على مستوى إيران روسيا الصين امتدادا إلى المنطقة باتجاه سوريا، ما الخلاصات التي نخرج بها؟ ومتى يفترض أن نرى إعادة قراءة للحسابات بالنسبة للدول التي كانت أقرب للولايات المتحدة الأمريكية؟ نحن في مرحلة يعني يتحول فيها النظام العالمي بشكل كبير جدا. في 2001 عندما يعني حدثت هجمات 11 سبتمبر، كانت الولايات المتحدة تبدو في أوج قوتها تماما، ويعني كان هناك يمين أمريكي يرى أن الفرصة جاءت لكي تصبح الولايات المتحدة الأمريكية ولفترة قرن قادم هي الدولة يعني المهيمنة على النظام العالمي كله. وانتهزت فرصة هذه الأحداث لكي يعني تنطلق في حربين متواليتين، الحرب الأولى على أفغانستان ثم الحرب الثانية على العراق، وتحت شعار الحرب العالمية أو الحرب الكونية على الإرهاب، على الرغم من أن العراق لم يكن له أي صلة على الإطلاق بالإرهاب. وبالتالي استخدمت
يعني أحداث 11 سبتمبر 2001 كذريعة لتثبيت دعائم الهيمنة الأمريكية. الآن وبعد 20 عاماً يعني الولايات المتحدة هذه السنة احتفلت بأحداث 11 سبتمبر في وقت أصبحت فيه طالبان تسيطر على أفغانستان. يعني المنظمة التي ذهبت الولايات المتحدة لتدميرها هي التي تدير أفغانستان الآن، وبالتالي هذا يعني مؤشر على أن أشياء كثيرة حدثت في النظام العالمي. هناك صعود للصين، صعود اقتصادي ضخم، يكفي أن نذكر مشروع الحزام والطريق على سبيل المثال. وهناك روسيا العائدة بقوة، ليست الاتحاد السوفيتي ولكن روسيا بإمكانياتها العسكرية الهائلة. هذا يعني يشكل مرحلة جديدة في من مراحل تطور النظام الدولي. إيران على المستوى الإقليمي، ولذلك يعني أنا أريد أن أمسك بخيوط الصورة عندما يلتقي الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي مع الرئيس الإيراني. إيران في منطقة الشرق الأوسط يعني تقود ما يسمى بمحور المقاومة. هناك تحالف مع سوريا وتحالف مع حزب الله وتحالف مع المنظمات المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة، وبالتالي منطقة الشرق الأوسط تتغير بالكامل في ظل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والانسحاب الأمريكي المحتمل من كل من سوريا والعراق. إذن المشهد يبدو مختلف تماما. صحيح أن النظام الدولي لم يستقر بعد وما زال في مرحلة سيولة وفي مرحلة تفاعلات شديدة، لكن من الواضح أن موازين القوى تغيرت. لم تعد الولايات المتحدة تطمع مطلقا في أي هيمنة مطلقة على النظام الدولي. كل ما تسعى إليه أن تعيد ترتيب أوراقها بحيث تستعيد مكانتها من جديد كأحد الفاعلين في نظام دولي متعدد القطبية، ولكن قواعده لم تتضح بعد ولم يتم الاتفاق عليها بعد. ولذلك أنا أرى أن منطقة الشرق الأوسط يعني مقبلة على تغييرات كبيرة بسبب هذا التغير الذي حدث وطرأ على النظام الدولي. هل تملك بالك بما طرحه دكتور نافع سيد بندو، وهل تملك الولايات المتحدة الأمريكية دائرة التحالفات على مستوى التحالفات التي يتم نشاهدها تتركب الآن في مواجهة الهيمنة الأمريكية؟ لديها ما يكفي من الحلفاء الواثقين بها للذهاب بالخطوة المقبلة باستراتيجيتها طالما تتجه إلى آسيا وعينها على الصين وروسيا وإيران وغيرها؟ الولايات المتحدة تملك تحالفاتها التقليدية في أوروبا وفي آسيا، وهذه التحالفات تبقى أساسية ومهمة على مستوى البلدان الموجودة في هذه التحالفات. لكن الولايات المتحدة وجدت أن الاتحاد الأوروبي ليست قلقة بشأن رثاء روسيا كما الولايات المتحدة، بالتالي كان من الصعب إيجاد دول أوروبية وتشجيعها لتقوم بما ترغب به الولايات المتحدة. أما الصين فالصين دولة مختلفة تماما عن روسيا، إذن لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الدول العالمية، والولايات المتحدة تجد من الصعب جدا أن تجعل حلفائها ترى نفس الموقف كالولايات المتحدة. بالتالي على الولايات المتحدة أن تقوم بالحد من طموحاتها وأن تقر أن المنافسة العسكرية ليست سياسة ذكية لا للصين ولا للولايات المتحدة، ولكن لصناع السياسة في أمريكا قد يحتاجون وقتا لفهم هذا. إذن هم معتادين لعالم حيث المتحدة تلعب دورا عسكريا مهيمنا. من الصعب اليوم أن نقنع صناع القرار في واشنطن أن هذا الأمر يجب أن يتغير. الانسحاب من أفغانستان خطوة مهمة، وهذا أظهر للكثير من الأمريكيين أن الولايات المتحدة لا يمكنها فعلا أن تنشر جيشها في كل مكان وأن تبقي هذا الجيش في
الخارج للأبد، لكن سيكون تحديا في الأعوام المقبلة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسيستخدم هذين الحزبين هذا الموضوع سياسيا، وهذا سيجعل من الصعب لهم أن يقوموا بتبني سياسات أذكى، سياسات خارجية أذكى من خلال الانسحاب، وأن يكونوا متعاونين أكثر في الدبلوماسية، وأن يركزوا أقل على القوى العسكرية. رئيس المنتخب في 2007 آنذاك نيكولاس ساركوزي في الكونغرس الأمريكي عام 2007 قال بأننا يعني سنبقى في أفغانستان ولا مجال للفشل سيد أكثم سليمان، ويقول الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبري بأنه يعني العالم الغربي رقم هاتفه البيت الأبيض، القرارات تؤخذ من هناك بالنسبة للدول الأوروبية. هل ما زال الأمر كذلك ما بعد مشهد أفغانستان ومرحلة الاستدارة الأمريكية للمواجهة في آسيا باتجاه الصين عنوان أساسي؟ الأمر ما زال كذلك. نعم، للبنية الأمنية الموجودة في أوروبا كل ما هنالك أن المتصل به لم يعد تحت التغطية، بمعنى أنه يعاني من مشاكل داخلية ولا ينسق كما ذكرنا قبل قليل انسحاباته الخارجية مع الحلفاء. ما جرى في أفغانستان الحقيقة هو نتاج مسار طويل، يعني تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وحروبها منذ العام 91 آنذاك استطاعت أعطاء ملمحا دوليا لكل هذا. في العام 2001 استطاعت إلى حد ما تهدئة العالم. في العام 2003 وحرب العراق إن كان هناك الشرخ الأول بين أمريكا وأوروبا، فرنسا وألمانيا تحديدا، فيما يتعلق بهذه الحرب وأحقيتها وأهميتها ونتائجها. وبعد ذلك استمر هذا الاختلاف لكن بأصوات أقل ربما ارتفاعا، لكن ليس سرا أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن مفاجأة للأوروبيين، والكل قال إنه يعكس تطورات أمريكية داخلية وعودة إلى الذات الأمريكية، وأنه بعد جورج بوش الابن نعم يعكس الاختلافات الأوروبية الأمريكية. الآن جاء بايدن واعتقد بعض الأوروبيين الحالمين أنه سيعيد السياسات القديمة. لم يحدث هذا الأمر، بالعكس هو يمارس سياسات ترامب على المستوى الخارجي، الانسحابات وغير ذلك. هذا يعني أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هم فعلا أمام تحدي كبير وكبير جدا. الأوروبيون كما ذكرنا يتحدثون الآن عن أمن أوروبي، عن أفكار قوات أوروبية، عن غير ذلك. لكن هنا البعض الآخر ليس لديه هذه الإمكانيات، تحدثنا في بداية الحلقة عن الخليج، لكن نعم أنت لديك عالم مربوط في اتصالاته بالبيت الأبيض، لكن أحدا لم يعد يرد. عندما انسحب الأمريكي من أفغانستان تعامل مع كل حلفائه في هذه الحرب بعنجهية، بإهمال، بلا مبالاة، جعلتهم يدخلون في أزمات سياسية. والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن هناك خلافات أمريكية داخلية، وإن علينا في السنوات القادمة أن نضع أهدافا أصغر فيما يتعلق بتحركاتنا الخارجية. هذا هو الدرس الذي تلقوه من واشنطن. شكرا جزيلا لك سيد أكثم سليمان، الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية، ضيفنا من برلين. سيد داك باندو، المحلل، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كيتو، ضيفنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك دكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ضيفنا من القاهرة. شكرا من جديد لكل ضيوفنا ولمشاهدين المسائية انتهت دائما. للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.